بركاته، مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة سهلة وبسيطة وبطبيعة الحال لذيذة، وهي اللوبيا البيضاء. غنديرها في اون سلاد. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غادي ناخذ اللوبيا ديالي، غادي نسلقها ونخليها تبرد على جنب. عندي هنا لو بواغو، غادي نقطعو طريفات صغيورين، لي طوماط كذلك ولا سلاد. وغادي نحتاج هنايا كمون، ابزار وملحة وزويته بلدية. وبقى معايا. سيدات سادتي، كناخد الكسرونة ديالي وكندير فيها اللوبيا ديالي، تسلق مدة نص ساعة. انا ديجا كنت خليتها في الماء كترطب ليلة. كنبدأ تقريبا نقطع البواغو على هاد الطريقة. على شكل دوائر صغيرة. صراحة هاد الصوص كتجي هائلة وجد بنينة. صراحة الناس اللي ما عندهمش الوقت بزاف، وكذلك الناس اللي كتبغي دير ريجيم خفيفة وظريفة وغنية بالفيتامينات، يعني ما فيهاش شي مواد اللي غنقول مواد كرا. انا ديما كنصايبها باللوبيا الحمراء، هي كتجي رائعة. التجاره عندي في القناه الا بغيتو تشوفوها. دابا نديرها لكم على الرابط لتحت. غني بالفيتامينات. كناخد السلادي ديالي، كندير فيها هاد البواغو كنخليها على جنب. كناخد لي سلاد ديالي، هي كنقطع طريفات صغيورين. لاحظتوا ما عندي، ما عندي الا لاحظتوا معايا، ما عندي حتى شي حاجه كرا بالزيت البلديه. بطبيعه الحال راه صحيه، راه ماشي شي حاجه اللي غادي نقولوا خايبه للذات. المهم انا ديما كندوز على صبعي، ماشي مشكل. كناخد لاصالاد ديالي عندها، كنديرها في لاصالاد ديالي. دابا غنبدا نقطع لي طوماط.
كنقطعهم غير على هذا الشكل هكا. طومات شوريز، لما كانش عندكم طومات شوريز يمكنكم ديروا الطومات عادية قطعوهم مربعات صغيرة. هنا كندير هادي غيكتمو فيه صادي، هنايا غادي نتسنى اللوبيا تسلق ليا ونزيدها المكونات اللي عندي هنايا. من بعد ما بردت اللوبيا كنزيدها على الخليط اللي وجدت قبيله، ومن بعد كنزيد عليهم شويش ديال المليحه وشويش ديال الكمون والبزار وزبيته بلديه ونحركهم مزيان. صراحة هاد الوصفة كتجي زوينة ورائعة ونتمنى انكم تجربوها. نتمنى هاد الوصفة اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايكات وبالكومنتار وشكرا.